السلام عليكم، أنا منجي غانم. اليوم بدي أحكي حلقة متخصصة شوي في نظام الترقيم في الورد. شوفوا هون، لو نيجي نتفرج على طريقة الترقيم بنلقى إنه في عندنا قسم وصفحة وصفحات. فكيف أنا بدي أقسم الملف اللي عندي أو بدي أرقمه بحيث إنه يعتمد على القسم؟ يعني أنا هون حاليا في القسم رقم 1، في الصفحة الأولى من صفحتين في هذا القسم مش في كل الملف. فلو أنزل تحت بيعطيني القسم 1 صفحة 2 من 2. إذن هسه لو أنزل لازم يعطيني قسم 2، أبلش بقسم جديد. فعلا هاي بلش بقسم 2 صفحة 1 من 3، وهكذا. فكيف بدنا نعمل هذا الترقيم ويتناسب هيك برضو مع اللغة العربية بكل سهولة؟ خلينا نشوف مع بعض. هاي فتحت ملف جديد ما فيش فيه ترقيم نهائيا. شوفوا البداية من وين بتبلش. أنا أول إشي بدي أقسم الملف اللي عندي لأقسام. شو معنى أقسام في الوورد؟ شو القصد فيه؟ القصد فيه اللي هو سيكشنز، إنه أفصل الصفحات عن بعض عن طريق اللي أوت اللي موجود عندي هون. وبنروح على بريكس وبنيجي على إشي اسمه next page. شوفوا هون شو مكتوب: insert a section break and start the new section on the next page. يعني حط فاصل قسم على شكل قسم وابدأ بالقسم اللي بعده. هاي لازم خطوة ضرورية نعملها عشان نقدر نقسم الملف على شكل أقسام. فأنا باجي القسم الأول، قسم الأول، القسم الثاني. طب هيو في عندي هون القسم الثاني، أنا شو بدريني إنه أصلاً هذا الملف مقسم لأقسام ولا لا؟ شوفوا، اضغط دبل كليك على الفوتر. هون شو بيجي عندك؟ فوتر، ما في أي أقسام، ولا في كلمة سكشن، ولا في أي كلمة تدل إنه في أقسام. طيب خلينا نطلع من الفوتر، نضغط هون. شوفوا لو أجي أضغط هون على آخر إشي في آخر صفحة في القسم الأول، وأروح على Layout Breaks Next Page، أضغط عليها، شو اللي صار؟ فعليا عمل قسم وفصل اللي فوق عن اللي تحت. إذا بدكم ترجعوها خطوة لورا هيك عادي. شوفوا الآن لو أجي أضغط دبل كليك على الفوتر، طلعوا شو صار في هاي المنطقة: فوتر سيكشن 1، وهون الهيدر للسيكشن 2. يعني هون صار عندي هون وما فوق القسم الأول، وهون وما تحت القسم الثاني. ممتاز، هاي أنا قسمتها لسيكشنز. باجي على القسم الثالث بنفس الطريقة، بآخر إشي هون في القسم اللي هاي هون مثلا، شو بعمل؟ باجي بروح على Layout Breaks Next Page. هاي صارت القسم الثالث، ولو أجي أضغط دبل كليك عشان أتأكد، هاي سيكشن 2 وهاي سيكشن 3. تمام، هاي أول خطوة إني أنا قسمت الملف إلى سيكشنز لأقسام. نيجي على الخطوة اللي بعد، نطلع هون نبلش من أول واحد. طبعا ما بفرق لو بلشت من إشي ثاني، هاي بدي أبلش من الآخر أنا مش من أول واحد. هاي دبل كليك، هاي ضغطت على منطقة الفوتر. الآن هون باجي شو بدي أكتب؟ بدي أكتب قسم أو القسم أو الفصل اللي أنتوا بدكم إياه، أي كلمة قسم. وهون بدي أحط رقم القسم وأعمل سبيس، هسا برجع له، بعدين بعمل سلاش وبحط صفحة وببعد سبيس من وببعد كمان سبيس صفحات. أنا هيك البنية اللي حكيت إني بدي أعملها. هون بدي أحط رقم القسم، باجي بحط الكيرسر هون وبروح على insert، انتبهوا هون، وباجي هون على إشي اسمه field insert وفيلد. اللي عندهم شاشات اكبر بجوز هاي الايكون تكون مبينه اكثر. المهم بروح هون على فيلد. طيب ضغطت على فيلد فاجالي هون قائمه. من هاي القائمه باجي ببحث عن إشي اسمه سيكشن، هاي في حرف الاس سيكشن. وعشان تتاكد انها هي المطلوبه بتيجي بتقرا الوصف هون: insert the number of the current section، يعني القسم الحالي، رقم القسم الحالي. طيب وهون بالفورمات باجي بختار 1 2 3. تمام، اذا من هون section وهاي الوصف تبعه، بتتأكدوا انه current section هاي،
ومن هون بتختاروا 1 2 3 أو الترقيم اللي بدكم إياه، بضغط أوكي تمام. هذا قسم 3 فعلا لأني أنا بلشت من قسم 3. طيب الآن خلينا نحط رقم الصفحة، باجي هون بحط الماوس عند صفحة بعد كلمة صفحة، ويا إما من قائمة insert من هون بختار page number، أو من قائمة design اللي بتكون ظاهرة برضو هون في page number اللي بدكم إياه. أنا بدي أعملها من insert مثلا. بتفتحوا القائمة وبتختاروا current position وبتختاروا plain number تمام. طيب هاي الرقم طلع 7 معي، طب ما هو كل الملف شوفوا هون كل الملف 7 صفحات، إذن هو مش قاعد بيعد لي الصفحة اللي أنا فيها حاليا بالقسم الثالث، وهذا الحكي غلط مش اللي إحنا بدنا إياه. كيف بدي أخليه عد الصفحة الحالية بالقسم اللي أنا فيه؟ طلعوا كيف، بتضغطوا على الرقم باليمين، بتروحوا على Format Page Numbers، بتطلع لكم هاي الشاشة، من هاي الشاشة بتختاروا Start at 1، Start at 1 أوكي. شوفوا شو عمل، لما تحكي له Start at 1 برجع على بداية Section 3 وبيبلش يرقم الصفحات من 1 في داخل قسم 3 القسم الحالي. فلو أنزل هسا شو صار عندي؟ صفحة 2، بعدين بلك قسم 3 صفحة 4 صفحة 5، لو انه في عندي صفحات، طبعا انا عندي بس صفحتين حاليا في قسم 3. طيب الان هاي الخانة اللي هون كيف بدي اعبي فيها عدد الصفحات الكلي اللي في القسم 3؟ من وين هاي اجيبها؟ برضو بجيبها من insert وبروح على هاي المنطقة اللي هون field، بختار فيلد اني بدي اضيف حقل. هذا الحقل شو اسمه؟ خلينا نيجي هون نشوف شو اسمه. في عندي في الاس، في حرف الاس اشي اسمه section pages، طلعوا insert the total number of pages in the section، بحط لك العدد الكلي للصفحة لأرقام الصفحات في القسم الحالي، في القسم in the section. طيب إذا أنا هاي اللي بدي إياها section pages، وبحط الفورمات تبعها 1 2 3 وأوكي. شوفوا الآن شو حط لي 2 من 2 فعلا لأنه خلص القسم. طب لو أطلع فوق شو لازم ألقى؟ قسم 3 الصفحة الأولى، شوفوا الصفحة الأولى من 2 صفحات، يعني هذا القسم 3 في صفحتين صحيح، وهو فعلا في صفحتين. طيب هاي دبل كليك، لو اجي هون وافتح كمان صفحة في هذا القسم شو بصير؟ هاي ظليت تنزل بانترتا فتحت صفحة، طلعوا شو صار بالقسم، صار قسم 3 صفحة 1 من 3 صفحات. ليش؟ لان زدت صفحة على السكشن الحالي. ممتاز، اذا انا حققت اللي بدي اياه. طيب الان اطلع لفوق على القسم الثاني نشوف انه هل هذا الحكي تطبق على كل المستند. نيجي هون قسم 2 صفحة 5، شوفوا هون في غلط، صفحة 5 من 3 صفحات، كل قسم 2 3 صفحات. كيف انت هون بالصفحة الخامسة؟ ليه؟ لأنه هون لازم ترد فقط، هاي النقطة مهمة، فقط لازم ترجع على كل قسم وتعمل رايت كليك على رقم الصفحة وتروح على فورمات بيج نمبرز وتختار start at 1. هاي مهمة جدا الملاحظة، تختار start at 1 في بداية كل قسم، مرة واحدة بتعملها بالقسم. شوفوا هاي اجى على القسم الثاني وبلش يعد صفحاته، 1 من 3 صفحات موجودات في قسم 2. طيب نطلع فوق كمان مرة، هاي الصفحة اللي موجودة من اي قسم؟ هاي لانها قسم 1 ما بتفرق، بس ومع ذلك اعملوا نفس الطريقة اللي حكينا عنها، رايت كليك فورمات وستارت ات 1. ليش حتى في القسم الاول نعمل هيك؟ بلاش تروح تضيف قسم قبله، يبطل هو الاول، فعشان دائما يبلش يعد من 1. اذا كانت هاي حلقة حكينا فيها عن نقطة دقيقة جدا في الاكسل اللي هي ترقيم صفحات الملف بناء على الأقسام وعدد الصفحات الحالي والكلي في كل قسم، ودعم للغة العربية كامل من اليمين لليسار.
في طريقة ثانية طبعاً ما بدي أحكي عنها في الفيديو، بجوز الأجانب بتزبط معهم أكثر لأنه هي مؤسسة إنه من اليسار لليمين، فإحنا ما حبيت أشرحها أنا وأحكي لكم هاي بتزبطش بالعربي، لا خلص شرحت لكم العربي مباشرة. هاي بتقدروا تطبقوها وبتقدروا من هون لاحظوا إنكم تغيروا أي إشي بدكم إياه. يعني مثلا واحد من اثنين بجوز صفحات، واحد بده يحط كلمة هيك مثلا أوراق، إنه ورقة واحد من اثنين أوراق، وهاي بدل صفحة بده يكتب ورقة مثلا، وبدل قسم بده يكتب الفصل، رقم الفصل مثلا، وهكذا. إذا هاي طريقة ديناميكية بتقدر فيها تتحكم حتى في الكلمات اللي مكتوبة جنب هاي الأرقام اللي جبناها من قائمة insert وبعدين field عشان ما ننساش insert ومن هون field. شكرا لكم، بتمنى تكونوا استفدتوا.